بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة من متابعة منصة السكولة التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع التفاضل وهناخد من الوحدة الثانية الدرس الثاني اللي بيقول مشتقة الدوال الأسية ومشتقة الدوال اللوغاريتمية. معنى كده إن الدرس بيرتكز على محورين، المحور الأول هو الدالة الأسية اللي هنجيب مشتقتها، والمحور الثاني هو الدالة اللوغاريتمية اللي برضه هنجيب مشتقتها. بس هنخلي بالنا كل مره وانا بجيب مشتقه الداله سواء كانت الداله الاسيه او الداله اللوغاريتميه بعمل حسابي في الاساس. الاساس اما يكون الاساس العدد الطبيعي ه، او الاساس بيكون اي عدد اخر وليكن العدد الف. طيب هنشوف الاول الداله الاسيه ازاي بنجيب مشتقتها لما يكون الاساس بتاعها هو العدد الطبيعي ه. يعني لو عندي د على د س، يعني المشتقه الاولى للداله ه الاساس هو ه اللي هو العدد الطبيعي ه، اس الف س مشتقتها يطلع بايه؟ نقول مشتقتها بيساوي الداله نفسها في مشتقه اسها. طيب لو العدد مش العدد الطبيعي ه، اي عدد تاني وليكن العدد الف، شكل الداله هيبقى عامل ازاي؟ الداله هيبقى د على د س اللي هي المشتقه الاولى بتساوي الف، المره دي الف اس ب اس س. طب اجيب مشتقتها ازاي؟ المشتقه بتقول مشتقه الداله نفسها في مشتقه اسها في لوغاريتم العدد الف للاساس ه. نيجي بقى نشوف مشتقه الداله اللوغاريتميه، هيبقى نفس الوضع. لو كان الاساس بتاع اللوغاريتم العدد الطبيعي ايه، يبقى هنقول الداله الصفه بتاعتها والشكل بتاعها د على د س اللي هي المشتقه الاولى بيساوي لوغاريتم العدد ا س للاساس ايه. طب في الحاله دي اشتق اقول ايه؟ يبقى في شرطه كسر في المقام بحط الداله نفسها، وفي البسط بشتق الداله. خلاص يبقى كده مشتقه الداله اللوغاريتميه في حاله الاساس لما يكون العدد الطبيعي ايه. طيب لو كان الاساس عدا اي عدد اخر وليكن العدد الف، شكل الداله هيبقى عامل ازاي؟ يبقى مشتقه الداله اللي هي د على د س، الداله اللوغاريتميه المره دي هتبقى عامله كده، لوغاريتم العدد ب س للاساس الف، للاساس الف. طيب في الحاله دي اجيب مشتقتها ازاي؟ هنقول نفس الموضوع، شرطه كسر بحط الداله في المقام زي ما هي، وبعدين اجيب مشتقتها فين؟ في البسط. بس الجديد بقى في واحد على لوغاريتم العدد الف للاساس ه. طبعا دي كلها قواعد وقوانين، لكن الموضوع عشان انت تستوعبه وتفهمه لازم هيكون من خلال مجموعه من الامثله والتمارين اللي هنعرضها من خلال درس النهارده. خليكم معانا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. الداله الاسيه عندنا لو كان الاساس زي ما قلنا اي عدد طبيعي، الداله الاسيه شكلها بيبقى عامل كده، د على د س هي المشتقه الاولى للداله الاسيه ه اس ا س. طيب اشتقها ازاي الداله دي؟ بنقول مشتقه الداله زي ما هي ه اس ا س تنزل زي ما هي، زي ما ادهاني في المساله زي ما هي، في مشتقه الاس، الاس ا س يبقى مشتقته كام؟ الف. الاس ما فيش ألف يعني مشتقته تبقى كام؟ واحد، وهكذا. طيب لو كان الأساس عدد طبيعي خلاص عرفنا المشتقة بتبقى عاملة إزاي للدالة الأسية. طب لو كان الأساس مش عدد طبيعي، يعني الأساس أي عدد آخر، يبقى لو كان الأساس ألف يبقى نفس الحكاية، المشتقة الأولى للدالة الأسية دي كده على بعضها الدالة الأسية اسمها ألف أس ب س، يبقى مشتقتها هتساوي إيه؟ الدالة تنزل زي ما هي زي اللي فوق بالظبط كده، في مشتقه اسها في الجديد بقى لوغاريتم العدد الف للاساس ه. العدد الف ده العدد الف اهو كده، هيبقى هنا العدد الف للاساس ه. طب تمام. طيب بالنسبه للداله اللوغاريتميه نفس الحكايه في الحالتين، لو كان الاساس عدد طبيعي ه بتاع الداله اللوغاريتميه، او كان الاساس العدد الف او اي عدد اخر. يبقى لو كان الاساس اي عدد طبيعي ه، يبقى د على د س يعني المشتقه الاولى بتساوي لوغاريتم العدد ا س، العدد ا س للاساس ه. في الحاله دي بيساوي ايه؟ بيساوي شرطه كسر اللي في المقام العدد ينزل زي ما هو، طب واللي في البسط مشتقه العدد ا، يعني لو هنا في 5 يبقى هنا في 5، لو هنا في سالب 2 يبقى هنا في سالب 2، وهكذا. طيب بالنسبة للأساس ألف مش الأساس العدد الطبيعي، يبقى المشتقة الأولى للوغاريتم
اللي أساسه ألف المرة دي مش أساسه ايه؟ ليه؟ العدد اللي عندي اسمه ب سين، يبقى بتساوي شرطة كسر في العدد ينزل زي ما هو، ادي العدد ب سين في مشتقة العدد، يبقى مشتقة الب سين مشتقتها ب، باعتبار ان ب سين دي درجة معادلة من الدرجة الاولى او مقدار من الدرجة الاولى. في الجديد بقى لوغاريتم او في واحد على لوغاريتم العدد الف للاساس ه. دول القواعد اللي احنا هنشتغل عليهم في الدرس ده. في عندنا حالة اخيرة وهي لو كانت الدالة اس دالة، يعني الدالة اسها دالة يعني ايه؟ لو كانت صاد بتساوي سين اس سين، دي تعتبر دالة ودي تعتبر دالة، يبقى في الحالة دي باخد لوغاريتم الطرفين، يبقى حط هنا لوغاريتم وحط هنا لوغاريتم، لوغاريتم الطرفين للعدد الطبيعي ها، يعني لما اخد هنا كده يبقى هقول له هنا كده لوغاريتم الاساس ها صاد بيساوي لوغاريتم اللي اساسه برضو العدد الطبيعي ها للعدد سين اس سين، وابتدي اشتغل. تمام كده؟ تمام كده. طيب كل الافكار اللي احنا شفناها دي الخمسه هنشوفهم بتمارين متنوعه عشان وامثله كمان عشان نقدر نعمل ايه، عشان نقدر نثبت القوانين دي ونشوف استخداماتها ازاي، ونشوف الافكار اللي هو مدهالي اقدر اتعامل مع كل فكره على حده ازاي. طيب نشوف كده مثال واحد. المثال ده بيقول اذا كانت ص بتساوي ه اس س، ه اس 9 ناقص س اس 3، فان المشتقه الاولى بتاعتها بتساوي ازاي؟ الاول اقعد اقيم الداله او اشوف نوعها، واضح ان الداله دي داله اسيه اساسها العدد الطبيعي ه. جميل قوي. يبقى لما اجيب مشتقتها، مشتقتها بتقول ايه؟ بتقول الداله نفسها في مشتقه اسها. موضوع سهل قوي يا جماعه وما فيهوش حاجه. يبقى اذا ص شرطه او د ص على د س بتساوي الداله نفسها ه اس 9 ناقص 2 س في مشتقه الاس بقى، يبقى 9 طبعا بصفر، سالب 6 س تربيع، وتخرج بالشكل ده. يفضل ان انا اجيب المقدار سالب 6 س تربيع قبل الداله الاسيه عشان تخرج بالصوره النهائيه بالشكل ده. طيب مثال تاني، الداله دي دالة أسية برضو، أمال إيه الاختلاف بين الدالة دي والدالة اللي قبلها؟ الأس هنا الأساس هنا يعتبر إيه؟ يعتبر عدد غير طبيعي، يعني عدد ألف، وهنا عدد طبيعي اللي هو ه. جميل قوي. طب أشتقها إزاي؟ هتقولي نفس الحكاية، مشتقة الدالة نفسها في مشتقة أسها في واحد على لوغاريتم الأساس 2 للعدد 2 للأساس ه. طب تعالوا نشوف كده واحدة واحدة. يبقى ص شرطه او د ص على د س بتساوي ادي الداله نفسها كده هنا كده الداله نفسها في مشتقه اسها، ده كل الاس، يبقى هنا في المشتقه 2 في 3 6 س تربيع زائد 5 س بس، في لوغاريتم، في لوغاريتم الاساس هنا كام؟ الاساس هنا 2، ينزل الاساس 2 للاساس 2 بقى هنا عدد اللوغاريتم في لوغاريتم العدد 2 للاساس ايه؟ دي الاساس ايه؟ وتفضل على كده وتنتهي. طيب نشوف مثال كمان. لو كان عندي داله بقى، الداله دي اسمها داله ايه؟ داله لوغاريتميه. يبقى المثال الاول والمثال الثاني كان لدوال اسيه، بس الاختلاف هنا الاساس كان ه عدد طبيعي ه، وهنا كان الاساس اي عدد اخر. طب الداله اللوغاريتميه برضه هناخد مثال، لو كان اللوغاريتم الاساس بتاعه عدد ه، ولو كان الاساس بتاعه اي عدد اخر. طيب في الحالة دي بنقول الدالة دي تعتبر مشتقتها ايه؟ طالما لوغاريتم يبقى بنعمل شرطة كسر، المقام بيتحط العدد زي ما هو وفي البسط بتاعه بشتق العدد، خلاص بقى الموضوع سهل قوي اهو. يبقى المشتقة الأولى بتساوي العدد نزل زي ما هو زي ما ادونا في المسألة، وفي البسط بتساوي اشتق بقى المقام، يبقى 3 في 4 ب 12 س أس 3، خلاص وخلصت على كده. طب جميل، لو كان مشتق الداله لوغاريتميه والاساس بتاعها اي عدد اخر غير العدد الطبيعي ها، وليكن بالشكل ده، عايز اجيب المشتقه بتاعه الداله دي، هتقول لي نفس الحكايه، هعمل شرطه كسر تحت في المقام اللي هو ده ينزل زي ما هو، في البسط هشتقه في لوغاريتم او واحد على لوغاريتم العدد اللي عندي الاساس هنا 5 هيبقى عدد، يبقى لوغاريتم العدد 5 للاساس، يبقى نشوف كده الشكل عامل ازاي اهو.
العدد نزل زي ما هو في المشتقة بتاعه في واحد على لوغاريتم العدد خمسة للأساس للأساس. طيب الله، هو ينفع دوران مثلثية؟ ينفع دوران مثلثية. أنا بشتغل على طالما عارف القوانين بتاعتي يبقى خلاص، وعارف مشتقة الدوران المثلثية وعارف مشتقة الدوران المثلثية. جميل. هنا بقى ق س ق س، لا ق أس س للعدد للزاوية س. طب يعني إيه؟ بصوا كده يا جماعة، دلوقتي لما نقول ق س تربيع وق س أس 2، إيه الفرق بينهم؟ التربيع على الزاوية، لكن هنا التربيع على الدالة. يعني إيه التربيع على الدالة؟ هتبقى عاملة كده ق س قوس الكل تربيع. جميل قوي. طب نخلي دي أس 3 مثلا، ونخلي دي كده أس 3 مثلا. تمام قوي. طب أنا لما أشتق دي، لما أشتق دي تبقى مشتقتها إيه؟ القا مشتقتها إيه؟ القا مشتقتها ق س في ظا س. حلو قوي. طب وهنا أشتقها إزاي؟ بس هنا لما أشتق هتبقى المشتقة تبقى ق س في ظا س في مشتقة الزاوية 2 س في الآخر خالص. تمام، كل الكلام ده من السنة اللي فاتت. يعني المشتقة دي هنقول تاني، المشتقة دي هتبقى عامل كده، القا مشتقتها ق س في ظا س، بس كده؟ لا، في مشتقة الزاوية، ومشتقة الزاوية كام؟ 2 س. أمال دي؟ لا، ده قوس يا أستاذ. يعني إيه قوس يا أستاذ؟ يعني مشتقة ما بداخل القوس، يعني مشتقة القوس هتبقى هنا ق س كده أس كام؟ أس 2 في مشتقة ما بداخل القوس، يبقى القا مشتقتها إيه؟ ق س في ظا س. اللي فهم الكلام ده من السنة اللي فاتت هيقدر يطبق الكلام ده دلوقتي. يعني باختصار هنقول إيه؟ ق أس س دي تعتبر دالة، الأس ده هيخش على ق س الكل أس س، تبقى دالة، تبقى هنا في إيه؟ قوس. أهو قوس. طب هنا دالة أس دالة، يبقى هاخد لوغاريتم الطرفين. بس خلي بالي أنا هنا خليت إيه؟ ق س ق أس س للزاوية س، هتبقى عاملة كده ق الزاوية س الكل أس س، عشان وأنا بشتق بشتق قوس، ده بشتق قوس. طيب ناخد لوغاريتم الطرفين للأساس ه طبعا، يبقى هنا هحط لوغاريتم الأساس ه وهنا هحط لوغاريتم الأساس ه، يبقى الشكل بتاعي عامل كده. جميل قوي. طب امتى بعمل الحكايه دي؟ لما يكون عندي في المساله داله اس داله، دي كده ق س او ق س اس س، داله اس داله، اهو داله اس داله، داله مثلثيه اس س داله داله. تمام قوي. احنا كده من السنه اللي فاتت يا جماعه اخذنا اللوغاريتمات واخذنا خواص اللوغاريتمات، ده يعتبر ايه؟ اس في اللوغاريتمات. الاس ينزل يبقى ايه؟ يبقى دليل، هيبقى عامل كده لوغاريتم ص بالاساس س بيساوي الاس، نزل دليل هنا كده، يبقى س مضروبه في س مضروبه في لوغاريتم العدد ق س للاساس س. جميل قوي. لما انا بقى اجي اشتق بقى هتقول الله، ما هو دول حاصل ضرب دالتين برضه من السنه اللي فاتت. جميل. يبقى لما اجي اشتق يبقى هقول ايه؟ مشتقه الاولى في الداله الثانيه زائد مشتقه الداله الثانيه في الداله الاولى. جميل قوي. نشتق، يبقى اذا لما اجي اشتق بقى هنا بقى لوغاريتم الصاد بالاساس س، يبقى لوغاريتم الصاد مشتقه ده لوغاريتم، مشتقه اللوغاريتم بيقول ايه؟ واحد على صاد في دال صاد على دال س. جميل قوي. في هنا مشتقة الأولى السين مشتقتها كام؟ واحد، في التانية تنزل زي ما هي، زائد مشتقة التانية اللي هي إيه؟ لوغاريتم ق س للأساس ه، يبقى بنقول إيه؟ شرط الكسر. الدالة تنزل زي ما هي، في مشتقة الدالة، الصاد مشتقتها كان كام؟ كان واحد، وهنا ق س الدالة تنزل زي ما هي، في مشتقة الدالة، مشتقة القاء إيه؟ ق س في ظا س، في الأولى. يبقى نقول تاني مشتقة الأولى في التانية زائد مشتقة التانية في الأولى، نبسطها يبقى بتساوي
واحد فيه لوغاريتم ق س للاساس ه زائد الق س هتروح مع الق س يتفضل س مضروبه في ظ س في ضربنا ضرب تبادلي في الصاد دي يبقى الصاد دي راحت يبقى هو عايز كده المشتقه الاولى بس يبقى هنا في ايه صاد طب ايه صاد دي اروح اعوض عن صاد بالقيمه اللي هو مداني في المساله يبقى الشكل العام عامل كده لوغاريتم العدد ق زاويه س للاساس ه زائد س مضروبه في ظ س في عوضنا عن ص بالداله اللي هو مدهاني تطلع ق س الكل اس س. نشوف فكره ثانيه د ص على د س عايزها للداله ص تساوي س تربيع 5 س تربيع زائد 2 ه اس 3 س اس 5. طيب عشان اشتقها يبقى هتقول لي والله دي كثيرة حدود سهل ان انا اشتقها تبقى 10 س زائد دي داله اسيه داله اسيه الاساس بتاعها ايه خلاص عرفنا يبقى الداله نفسها في مشتقة اسها يبقى كده الشكل عامل كده اهو لو د س بتساوي ه اس س الداله الاسيه يبقى مشتقتها الداله نفسها في مشتقة اسها يبقى بتساوي 5 في 2 ب 10 س زائد الداله نفسها 2 ه اس 3 س اس 5 دي الداله نفسها في مشتقه الاس 3 س اس 5 مشتقتها تبقى كام 5 في 3 15 س ونقص من اس 1 يبقى كام 15 س اس 4 يبقى ابسطها تبقى 10 س زائد 15 في 2 يبقى 30 س اس 4 في ه اس 3 س اس كام اس 5. طيب نشوف فكره ثانيه ص بتساوي ق ه س الكل اس س. هتقول خلاص بقى عرفت يا استاذ دي تعتبر ايه تعتبر داله ودي تعتبر ايه تعتبر داله ثانيه يبقى داله اس داله. جميل قوي. طيب بس خلي بالي بقى هنا الاس هنا فوق الداله ولا فوق الزاويه فوق الزاويه يبقى خلاص يبقى هنا مش هستعمل القوس يبقى هنا هقول له ايه مشتقة الق س الق ه في مشتقة الزاوية في مشتقة الزاوية يبقى لما اشتق هقول له يبقى د ص على د س بتساوي القا مشتقتها ايه؟ هتقول لي قا ه س ظا ه اس س. جميل. في مشتقة الزاوية بقى عكس المثال اللي احنا خدناه في الشريحة اللي فاتت يبقى بتساوي ه اس س مشتقتها ايه؟ يبقى لما اجي اجيب ه اس س ه ده عدد طبيعي ه اس س بتساوي انا لما اجي اشتق 5 اس س مشتقتها تبقى عامله ازاي؟ هتقول لي يبقى س في 5 اس س ناقص 1 يبقى هنا عباره عن كام؟ ه اس س ناقص 1 وهنا كمان في س صح كده؟ تمام. يبقى المشتقة هتبقى عاملة كده يلا ق ه زاوية ه أس س الق ه أس س عبارة عن مشتقتها ق في ظ. جميل. الزاوية تتحط زي ما هي مش حاجة جنبها في الزاوية بقى مشتقة الزاوية أو مشتقة الزاوية هنا تعتبر إيه؟ تعتبر دالة أسية. الدالة الأسية هي نفسها في مشتقة أسها الأس هنا بكام؟ بس مشتقته كام؟ هنا في واحد يبقى هنا في واحد هحط ه اس س الاول واحط القا ه اس س في ظ اس س تنزل زي ما هي. نشوف مثال كمان يلا ص بتساوي 5 س تربيع ه اس 3 س. ايه الفرق بين المثال رقم 1 والمثال رقم 3؟ هتقول لي الاثنين دول مجموعين لكن الاثنين دول مضروبين يعني عايز ايه؟ يعني عايز اطبق قواعد الاشتقاق. ايه هي قواعد الاشتقاق؟ الاثنين دول دالتين يبقى مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية في الأولى. مشتقة الأولى يبقى 10 س في الثانية تنزل زي ما هي زائد مشتقة الثانية بيسأل على مشتقة الدالة الأسية اللي أساسها العدد الطبيعي يبقى تقول لي هي نفسها في مشتقة أسها في الأولى يبقى كده نقول ثاني يلا مشتقة الأولى 10 س في الثانية تنزل زي ما هي زائد مشتقة الثانية دالة أسية أساسها عدد نيبيري ها يبقى بتساوي ان هي نفسها في مشتقة اسها تمام 5 في 3 و15 س اس 4 في الاولى اللي هي 5 س تربيع وجمعهم بقى
يبقى هنا 10 س في اس 3 س اس 5 زائد 15 تضرب في الخمسة ممكن تبقى 75 س اس 6 في اس 3. في هنا عامل مشترك الدالة الاسيه كلها على بعض عامل مشترك اللي هي اس 3 س اس 5 وهي اس 3 س اس 5. ممكن اخد من هنا 5 وممكن اخد من هنا 5 كمان عامل مشترك. يتفضل جوه 2 زائد 15 س اس 5. طيب الدالة دي هي اس س دالة اسيه على دالة مثلثيه. تقول الله انت بتختبرني بقى، ما هو هنا يعتبر ايه شرطة كاسل، يعني يعتبر ايه اسمه، يبقى لما اجي اشتق هشتق بالاسمة، واحنا عارفين قانون الاسمة في الاشتقاق اللي هو مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على مربع المقام. يبقى هنا قوانين الاشتقاق ماشية معايا مفيش فيها مشكلة. يبقى المشتقة الاولى هتساوي يلا مشتقة البسط هي اس س دالة اسية اساسها عدد طبيعي اهي، يبقى هي نفسها في مشتقة اسها بواحد خلاص. في الثانية المقام ناقص مشتقة المقام اللي هي ظا س مشتقتها ايه ق تربيع س في الاولى جميل على مربع المقام. تمام كده واضح ان هنا هي اس س وهنا اس س ممكن اخدها هي اس س عامل مشترك. يتفضل ظا س ناقص ق تربيع س على ظا تربيع س وكده تخلص المسألة. طيب ايه دي؟ هتقول لي دي والله دالة اسية جميل 2 اس 3 س اس 5 عايز اشتقها. الاساس هنا يعتبر ايه؟ الاساس هنا يعتبر عدد مش طبيعي اي عدد، يبقى هقول له المشتق عباره عن هنا الداله الاسيه تبقى هي نفسها في مشتقه اسها في لوغاريتم ولوغاريتم العدد 2 للاساس نفس الاساس اللي عندي اللي هو يبقى ها. يعني لما اجي اشتقها تبقى عامله كده، نبص كده دي كده داله اسيه لكن الاساس بتاعها مش ها اي عدد تاني. طب اس ب س يبقى مشتقتها هي نفسها اهي في مشتقة أسها في لوغاريتم ألف العدد ألف للأساس ها. جميل أوي. طب نطبق القاعدة، يبقى دال ص على دال س بتساوي الدالة نفسها في مشتقة أسها 3 في 5 في 15 س أس 4 في لوغاريتم العدد هنا كام؟ العدد 2 ينزل العدد هنا كده 2 للأساس ها. أحاول بقى أبسطها 2 في 15 يبقى لا سوري 2 اس 3 س اس 5 في 15 س اس 4 تنزل زي ما هي لوغاريتم العدد 2 للاساس. مثال ثاني ص بتساوي 5 ق اس ق 2 س او ق تربيع س. جميل قوي. اقول له هاخد دي كده على جنب كده واقول له دي عباره عن كام؟ ق س الكل تربيع، عشان لما اجي اشتقها هقول له مشتقة القوس اللي هو ق س في مشتقة ما بداخل القوس اللي هو ق س في ظا س. تمام ابقى عارف بس الحته دي كده على جنب، لكن هي كلها دالة أسية الأساس بتاعها عدد غير طبيعي اللي هو عدد ألف. جميل أوي. يبقى مشتقة الدالة في مشتقة أسها في لوغاريتم العدد ألف للأساس هي. طب نشوف كده واحدة واحدة. يلا هنا مشتقة الدالة هي نفسها في مشتقة أسها، كل ده كده هو مشتقة الأس اللي احنا عاملينه في المسودة اللي بره. ليه؟ لان ق هنا التربيع ده مش على الزاويه، التربيع على الق، يبقى ق س يبقى مشتق قوس، يبقى ق س الكل تربيع عباره عن ايه؟ مشتقه القوس، مشتقه القوس اهو في مشتقه ما بداخل القوس، الق مشتقتها ايه؟ ق س في ظا س في لوغاريتم العدد 5 للاساس. والله في تبسيط، في تبسيط الق تضرب في ق يبقى ق تربيع 2 ق تربيع س في ظا س في 5 اس ق تربيع س في لوغاريتم 5 للاساس. طيب اداني شكل تاني هنا مش جايب لي ص صريحه،
يعني كل مره هنا بيقول لي اذا كانت ص تساوي اذا كانت ص تساوي. فهنا الطرف الايمن اللي هو فيه الداله ص مش صريحه. طيب واحد على جذر ص هو ينفع نكتبها كده ص اس سالب نص، باعتبار هنا ص اس نص تطلع فوق بسالب نص، جميل. طب لما تبقى ص اس سالب نص، عايز اخلص من ص اس سالب نص دي عشان انا عايز ص بس، يبقى هتقول لي هضرب في سالب 2 على 1 طرفي المعادله، او هرفع اس الطرفين لسالب 2 على 1، يعني هتبقى بالشكل ده. يلا هنرفع الاس لسالب 2 على 1 عشان تبقى ص بس، ونرفع الاس ده لسالب 2 على 1، هتبقى عامله كده، جميل قوي. تمام. طيب عايز بقى اشتق. طب اشتق ازاي؟ هي دي تعتبر ايه؟ داله اسيه، جميل. بس خلي بالك الاس بتاعها هنا، الاس بتاعها هنا مش داله، يعني سالب 2، جميل. يبقى لما اجي اشتق هشتق ازاي؟ هقول له يبقى د ص على د س دي داله اسيه، يبقى هي نفسها في مشتقه اسها في لوغاريتم العدد 3 للاساس ه، يبقى بالشكل ده. د س على ص بتساوي الداله نفسها اهي، دي كده الداله نفسها 3 اس س ناقص 1، جميل. سالب 2، سالب 2 نزلت وناقص من اس 1 يبقى سالب 3، في مشتقه ما بداخل القوس هي نفسها 3 س في اللوغاريتم العدد 3 الاساس 3، هبسطها يبقى سالب 2 مضروبه في 3 اس س ناقص 1 الكل اس سالب 2 لوغاريتم العدد 3 للاساس ايه. طيب نشوف مثال كمان، بيقول اذا كانت د ص اوجد د ص على د س للداله ص تساوي ه اس 2 س في ا اس س تربيع ناقص 5. طيب هقول له والله دي كده تعتبر داله اسيه اساسها العدد الطبيعي اهي، ودي داله اسيه اساسها عدد اخر، جميل. يبقى حصل ضرب دالتين، يبقى هنعمل قواعد الاشتقاق. يعني هنا بتقول ايه؟ مشتقه الاولى في الثانيه زائد مشتقه الثانيه في الاولى. طب نشوف كده السرد بتاعي هيبقى عامل ازاي. يبقى اذا د ص على د س هتساوي مشتقه الاولى هي نفسها في مشتقه اسها، مشتقه اسها بكام؟ ب2، في الاولى تنزل زي ما هي زائد بتاعه قانون الاشتقاق. يلا الداله الثانيه مشتقتها هي نفسها ألف أس س تربيع ناقص 5 في مشتقة أسها، مشتقة س تربيع ناقص 5 كام؟ 2 س. في هنا بقى خلي بالي الدالة دي عدد تاني مش عدد طبيعي، يبقى هنا في لوغاريتم العدد ألف للأساس ه في الدالة الأولى، يبقى مشتقة الأولى في التانية زائد مشتقة التانية كل دي في الأولى. أحاول إن أنا أبسطها كده هتبقى عاملة بالشكل ده، 2 ايه اس 2 س في ا اس س تربيع ناقص 5 زائد الداله الثانيه بعد ما اضربها يبقى 2 س اهي مضروبه فيها اس 2 س في هنا ا اس س تربيع ناقص 5 ولوغاريتم العدد ا للاساس. ممكن ناخد عامل مشترك، ممكن ناخد عامل مشترك باعتبار ايه؟ ان هنا في 2 وهنا في 2، وهنا الداله الاسيه ه اس 2 س وهنا الداله الاسيه ه اس 2 س، ناخدها عامل مشترك، مفيش حاجه غير الثانيه دي ا اس س تربيع ناقص 5 و ا اس س تربيع ناقص 5 كمان عامل مشترك، يتفضل جوه 1 زائد س مضروبه في لوغاريتم العدد ا للاساس ه. طيب نشوف مثال كمان، دي داله ص تساوي دالة كثيرة حدود زائد دالة لوغاريتمية الأساس بتاعها إيه؟ مش الأساس، أي عدد تاني ألف، جميل. طيب لما أحب أشتقها يبقى هقول له والله كثيرة الحدود سهل، أنا مش أنا مفيش مشكلة فيها، يبقى 15 س تربيع زائد هنا دالة لوغاريتمية الأساس بتاعها إيه؟ مشتقتها تبقى عاملة إزاي؟ خلاص بقى أنا عرفت، يبقى شرطة كسر العدد ده كله العدد يبقى في المقام زي ما هو. طب والبسط هشتق العدد يبقى 6 س تربيع ناقص 7 وتخلص على كده. اهو الداله اللوغاريتميه مين س مشتقتها تبقى ايه؟ تبقى ده الشرطه بتساوي 1 على س
في ميم. ميم اللي هي ايه؟ مشتقة الايه؟ مشتقة المقام. لان هنا اصلا كان في كام؟ كان في ميم سين هنا كده. ميم سين. يبقى هنا فوق في كام؟ يبقى هنا في واحد. طيب نشوف كده. يبقى هنا دال صاد على دال سين بتساوي يلا. الدالة كسيرة الحدود 15 سين تربيع زائد. الدالة اللوغاريتمية اللي اساسا العدد الطبيعي يبقى شرط الكسر. العدد يفضل زي ما هو في المقام البسط فوق اشتق ايه؟ اشتق العدد اللي في المقام. يبقى 6 سين تربيع ناقص 7. خلاص. بعد كده وحط الستة بالشكل دون يبقى تديني الشكل النهائي للدالة. رقم 6 عايز المشتقة الاولى للدالة دي. طب ايه الفرق بين الدالة دي والدالة اللي فوق؟ هنا في الاتنين مجموعين على بعض. لكن هنا في الاتنين مضروبين على بعض. بيختبرني في قواعد الاشتقاق. اقول له يبقى مشتقة الاولى الدالة الاولى في التانية زائد مشتقة الدالة التانية في الاولى. وانا عرفت كل حاجة من المثال اللي فوق وهنشوف الخطوات بالتفصيل. يبقى مشتقة الاولى 15 سين اس 2 في التانية تنزل زي ما هي. زائد مشتقة التانية هتقول لي شرطة كسر في المقام العدد زي ما هو 2 سين تكعيب ناقص 7 وفي البسط هشتق يبقى 6 سين تربيع ناقص 7 في الأولى اللي هي 5 سين أس كام 3 ونشوف إمكانية التبسيط والاختصار. يلا مشتقة الأولى في التانية زائد مشتقة التانية في الأولى. تمام كده؟ تمام. هنا مفيش حاجة تختصر وهنا مفيش حاجة تختصر. لكن ممكن اخد 5 سين 5 سين اس 2 عامل مشترك وبسطها. طيب عايز اسيبها كده خلاص مفيش مشكله فيها. طيب نشوف داله ثانيه. هنا الداله دي بيسالني اشتقها ازاي؟ اقول له ماشي. هنا في ممكن حاجتين هنشوف كده الحلقة الأولانية عشان ما نتلخبطش. هتقول لي هنا يبقى عشان اشتق الدالة اللوغاريتمية دي أنا عارف إن في البسط يبقى مشتقة والمقام ينزل زي ما هو. تمام كده؟ تمام. طيب بس هنا خلي بالي هنا لوغاريتم وهنا في شرطة كسر صح كده؟ يعني هنا في اسم. طب ما الاسم في اللوغاريتم بتتحول لإيه؟ يعني هنا لما أقول عندي كده لوغاريتم أ على ب الكل يساوي. مش دي بتساوي بقوانين اللوغاريتمات لوغاريتم أ للأساس ايه ناقص لوغاريتم ب للأساس ايه؟ طيب لوغاريتم أ ب يعني أ مضروبة ب للأساس ايه؟ مش دي بتساوي لوغاريتم الأساس أ العدد ألف للأساس ها زائد لوغاريتم العدد ب للأساس ها من قوانين اللوغاريتمات. أيوة نشوف كده. يبقى صاد بتساوي حولنا هنا إيه؟ حولنا الطرح هنا الاسم حولناه لطرح أهو بقوانين اللوغاريتمات. بقى سهلة قدامي بقى. يبقى هتساوي لوغاريتم لما أجي أشتق بقى يبقى دال صاد على دال س هتساوي هنا هعمل شرطة كسر المقام العدد ينزل زي ما هو وفوق المشتقة بتاعه ناقص. وهنا نفس الحكاية العدد ينزل زي ما هو وفوق المشتقة ايه؟ وفوق المشتقة بتاعه. جميل قوي. هوحد المقامات. لما اجي اوحد المقامات يبقى هضرب المقام في المقام عشان يبقى المقام هنا متوحد. واقسم الاثنين دول على ده يتفضل القوس ده يتضرب هنا. طب الاثنين دول على ده يتفضل القوس ده يتضرب هنا. ويبقى هات هنا ضرب تبادلي وابتدي عملية الايه؟ الاختصار. ممكن اختصر ممكن اختصر. ممكن اختصر ده مع ده يختصر ده مع ده تبقى ابسط صوره بالصوره دي. طيب السؤال ممكن نعملها بالطريقه اللي هي بتاعه القانون. ممكن نعملها بالطريقه بتاعه القانون وتعمل خطوات وتشوف الناتج هيطلع معاك زي ما هو ولا لا. عايزين نشوف لوغاريتم. عايزين نشوف عايز يجيب المشتقه الاولى للداله ص تساوي 5 مضروبة في لوغاريتم العدد 4 سين زائد 9 كل أس 3 للأساس 5. إيه الاختلاف بين المسألة دي والمسألة اللي فاتت؟ إن هنا الأساس مش إيه؟ الأساس أي عدد آخر وليكن العدد 5. طيب هتقول لي هنا أنا عارف القاعدة. القاعدة بتقول برضو شرطة كسر في المقام ينزل زي ما هو وفوق مشتقة البسط فيه
واحد على لوغاريتم العدد 5 للاساس اللي انت مديهوني اه. جميل قوي. طيب تعالوا كده نشتق. يلا ادي القاعده بتاعتي اللي احنا ماشيين عليها. يبقى بما ان ص بتساوي 15 لوغاريتم العدد 4 س زائد 5 للاساس 5، جيت منين ال 15؟ هتقول لي اه ما هو هنا ده كده لوغاريتم. جميل، وده يعتبر الاس. الاس ينزل يبقى ايه؟ ينزل يبقى دليل. يبقى 3 في 5 بكام؟ ب 15، بسطها. جميل قوي. طب اعرف اشتق دلوقتي؟ اعرف اشتق. يبقى دال ص على دال س بتساوي ال 15 بره الموضوع مضروبه فيه. يلا هنا المقام يبقى 4 س زائد 9 على مشتقه المقام تبقى 4 بس، في 1 على لوغاريتم العدد 5 للاساس كام؟ للاساس هضرب ال 5 في ال 4 تبقى كام؟ 15 في 4 تبقى 60. 60 على 4 س زائد 4 مضروبه في لوغاريتم العدد 5 للاساس 5. طيب رقم 9، وهنرجع لرقم 8 تاني. رقم 9 مدين الصورة دي، ص بتساوي الصورة دي، ايه الفرق بين الصورة دي والصورة دي يعني؟ ايه الفرق بينهم؟ خلي بالك انا لما عملت هنا قوس، عملت قوس والتكعيب دول جوه ده جوه العدد. طب ايه الفرق بين الصورة دي يعني؟ ان التكعيب ده على اللوغاريتم. يعني ايه؟ ايه الفرق يا جماعة بين دي كده الصورة دي لوغاريتم العدد س تربيع، وايه الفرق بين اللوغاريتم العدد س الكل تربيع؟ هل الاثنين دول بيساووا بعض؟ طبعا لا. امال دي تتفك ازاي؟ تتفك كده، 2 لوغاريتم العدد س للاساس ه. جميل قوي. طب دي تتفك ازاي؟ ما تتفكش، لكن تتكرر مرتين، يعني تبقى عامله كده، لوغاريتم العدد س للاساس ه مضروبه في لوغاريتم العدد س للاساس ه كم مره؟ مرتين. في فرق، في فرق، وفرق مهم جدا عشان الدنيا ما تتلخبطش. عشان كده بقول لك شويه كده بعد ما اخلص المثال ده هنعمل مقارنه عشان نطلع نقول ان هناك فرق بين الصوره دي والصوره دي. طيب جميل قوي. عايز اشتقها، لما اجي اشتقها هعمل ازاي؟ ده يعتبر ايه؟ هتقول لي يعتبر قوس. جميل قوي. طب لما يعتبر قوس اشتقه ازاي؟ تقول لي مشتقه القوس في مشتقه ما بداخل القوس. يعني لما اجي اشتق ده كله كده على بعض هيعتبر قوس اس كام؟ اس 3. يبقى 3 تضرب في 5 يبقى 15، وكل ده يبقى اس كام؟ 2. بس لا، في مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة ما بداخل القوس دول دي دالة لوغاريتمية. جميل، الأساس بتاعها كام؟ الأساس بتاعها مش موجود. يبقى هتساوي، يلا، دال ص على دال س بتساوي مشتقة القوس 3 في 5 ب 15، أدي القوس هنا، الأساس هنا مش موجود، يعني مش مكتوب، فإحنا بنعتبره الأساس الاعتيادي اللي هو 10. أس كام؟ أس 2، ناقصنا من أس 1، في مشتقة بقى ما بداخل القوس. طب ما بداخل القوس ده لوغاريتم، طب اشتقه ازاي؟ اشتق ده عدد بقى غير ها، يعني اي عدد اخر، واحنا عارفين ان هنا في كام؟ ان فيه 10، بس احنا مش بنكتبها. تمام، يبقى في مقام في 4 س زائد 9، وبعدين مشتقة المقام في 1 على لوغاريتم الاساس اللي انا مش كاتبه اللي هو اللي انا عارفه اللي هو 10 للاساس ايه؟ العدد الاساسي. ممكن ابسطها؟ ممكن ابسطها، يبقى 3 في 5 ب 15، 15 في 4 تديني 60 فوق لوغاريتم العدد 4 س زائد 9 للاساس 10 الكل تربيع على 4 س زائد 9 مضروبه في لوغاريتم العدد 10 للاساس. يبقى في فرق تاني هنقول لاخر مره بين السؤال رقم 8 والسؤال رقم 9. شوف الصوره دي عامله ازاي والصوره دي عامله ازاي. التكعيب هنا او الاس هنا على العدد اللي مع اللوغاريتم، فده صرح لي ان الاس ينزل يبقى دليل، لكن هنا الاس 3 على اللوغاريتم نفسه على الداله نفسها كل اس 3، يبقى انا بشتق قوس، يبقى مشتقه القوس في مشتقه ما بداخل القوس. طيب عايزين نشتق الداله دي، ص بتساوي الله. طب هنا مفيش اساس،
ولا ه ولا اي عدد تاني الف. امال دي تعتبر ايه؟ دي تعتبر دالة اس دالة، دالة اس دالة. يبقى خلي بالك دالة اس دالة، يبقى لما اجي اشتقها يبقى هاخد الاول لوغاريتم الطرفين قبل ما اشتق، تمام كده. يلا نيجي نشتق نحطها، يبقى هناخد لوغاريتم الطرفين، يبقى لوغاريتم العدد صاد، لوغاريتم العدد صاد للاساس ه بيساوي هنا، لما هاخد هنا لوغاريتم نفس العدد ده اس س، الاس هتنزل تبقى ايه؟ الاس هتنزل تبقى دليل، المفروض هنا تبقى س وبعدين نزلت هنا بقى الدليل. جميل قوي. طب عايز اشتق وهي بالصوره دي، يبقى خلي بالي وانا بشتق هنا يبقى دول حاصل ضرب دالتين، يعني مشتقه الاولى في الثانيه زائد مشتقه الثانيه في الاولى. طيب لوغاريتم ده بيساوي ايه؟ ده لوغاريتم العدد صاد الاساس ه، يبقى بيساوي شرطه كاس تحت في المقام صاد فوق مشتقتها، الصاد مشتقتها تبقى واحد، يبقى بالشكل ده واحد على صاد في دال صاد على دال سين اللي انت عايز تجيبها بتساوي، يلا مشتقة السين واحد في التانية زائد مشتقة اللوغاريتم، يبقى في المقام سين أس تلاتة زائد خمسة في مشتقة، في المشتقة بتاعت السين أس تلاتة دي هتبقى تلاتة سين تربيع اللي هي هنا، جميل أوي، في التانية اللي هي سين. طيب أنا عايز دال صاد على دال سين نضرب في صاد، يبقى صاد ده راحت مع صاد وكل ده يتضرب في صاد، تبقى عاملة كده صاد ونفتح قوس لوغاريتم العدد سين أس تلاتة للأساس خمسة زائد خمسة للأساس ه زائد تلاتة سين تربيع على سين تكعيب زائد خمسة اللي هو العدد وهنا فيه مشتقته. جميل قوي. الصاد أصلا، الصاد أصلا بكام؟ الصاد أصلا بسين أس تلاتة زائد خمسة الكل أس سين. طيب نشوف دالة بالشكل ده، دال صاد بتساوي ص بتساوي ه، هنا بقى الاس عباره عن ايه؟ س اس ه، س اس ه، يبقى دي تعتبر ايه؟ يبقى دي تعتبر عدد، ه هنا يعتبر عدد. جميل قوي. طيب يبقى لما اجي اشتقها هتقول لي هناخد لوغاريتم الطرفين، لما اجي اخد لوغاريتم الطرفين في العلاقه دي هيبقى عامل كده، هحط لوغاريتم هنا قدام الصاد وهنا هحط، بس هنا في خطوه انا عايز اقولها لكم الاول خطوه توضيحيه. هنا لما اجي اقول له هنا كده صاد بتساوي ه اس س والس اس ه، لما اجي اخد لوغاريتم الطرفين للاساس ه هيبقى عامل كده، فدي نزلت زي ما هي ما فيهاش مشكله، ده كله على بعضه اسمه ايه؟ اسمه اس. الاس ينزل هنا يبقى ايه؟ يبقى دليل، يبقى بالشكل ده، يبقى س اس ه نزلت اهي في لوغاريتم ه العدد ه للاساس ه. تقول لي الله من قوانين لوغاريتم السنه اللي فاتت، ما ده يعتبر بواحد. جميل قوي. تمام. هنشتق بقى وهي بالصوره دي بالنسبه لايه؟ بالنسبه ليه؟ بالنسبه ليه؟ دال صاد على دال س، يبقى هنا مشتقة الصاد واحد على صاد في دال صاد على دال س اللي انا عايز اجيبها. الطرف ده كله بقى بكام؟ ده يعتبر بكام؟ بواحد، خلاص مش موجود. واحد لس اس ه بس اس ه، يبقى هنا انا بختبر بشتق ايه؟ دالة اسية. طيب لما اشتق الدالة الاسية اخلي بالي يبقى س اس ه اللي هي تنزل في س اس ه ناقص واحد، الكلام ده صح؟ لا الكلام ده مش صح، دي دالة صح س اس ه، بس خلي بالي ه هنا يعتبر ايه؟ هنا يعتبر ايه الفرق بقى؟ يعني ايه الفرق لو كان حط هنا ه تحت وس فوق؟ يبقى ده لو س اساسها عدد طبيعي. طيب امال هنا لا، س ه ده يعتبر عدد، يبقى لما اجي اشتق زي ما بقول كده مثلا س اس 5 اشتقها هتقول لي س، هتقول لي 5 س اس 5 ناقص 1 اللي هي 4، ده اللي انا عملته هنا. يبقى تاني س اس ه، ه ده عدد طبيعي، جميل، يبقى هينزل س، يبقى الاس هينزل يبقى هنا والطرح منه واحد، يبقى ده صاد على ده س، بعد ما اضرب في صاد طرفين هتبقى الصاد بكام اصلا؟ ب اس س الكل اس ه، جميل. يبقى ده صاد على ده س هتساوي ه اس س الكل اس ه مضروبه في ه اس س اس ه ناقص واحد.
تمام. طيب نبص كده على المثال رقم 12، وبعد كده هنرجع تاني نعمل مقارنة زي المثال اللي قبله على الفرق بين 11 و 12. لما اجي اخد المشتقة بتاعت الدالة دي، يبقى الاول هتقول لي هاخد لوغاريتم الطرفين. جميل قوي، هيبقى اللوغاريتم عامل كده، هنا في لوغاريتم ايه للعدد صاد بتساوي، هنا في لوغاريتم ايه العدد هنا بقى عامل كده ه اس ه ناقص س. جميل قوي. ايه الفرق بقى بين المساله 11 والمساله 12؟ هنا ه الاساس، جميل، وهنا الاس ه اس س، وهنا الاس ه اس س. جميل قوي. طيب من خواص اللوغاريتمات الاس هينزل هنا يبقى دليل، جميل قوي. يبقى هنا في كام؟ ه اس س، وهنا كل ده يعتبر بكام؟ يعتبر بواحد. تمام، يبقى لوغاريتم ص للاساس ه بيساوي كام؟ ه اس س. الفرق يبتدي بقى من هنا بقى، لما اجي اشتق هنا كنت بشتق س اس ه، وقلنا س اس ه ه ده يعتبر عدد طبيعي، فبشتق عدد يبقى العدد ينزل زي ما هو والطرح منه واحد. طب هنا ينفع اطبق الكلام ده؟ لا، هنا دي تعتبر ايه؟ داله اسيه. يبقى لما اجي اشتقها اقول ايه؟ الداله نفسها في مشتقه اسها، وده الفرق بين 11 و 12. وبعدين اضرب في الصاد عشان اجيب ده صاد على ده سين، الصاد اصلا بها اس ه اس س، تدينا الصوره اللي احنا شايفينها دي. وانتوا بتذاكروا يا جماعه كل مره تخلي بالك بين المقارنه بين ال 11 و 12 او الحاجات اللي انا بقول عليها، هناك فرق بين 11 و 12 والمساله المسالتين اللي فاتوا. طب في مسائل هندسيه؟ في مسائل هندسيه. طب المسائل الهندسيه معتمده على ايه؟ معتمده على الدروس التراكميه في الرياضيات، يعني مش هتقدر تحلها الا لما تكون مستوعب وفاهم دروس الرياضيات بقى. ممكن تكون في الجبر، مع ان احنا بنشتغل في التفاضل، ممكن تكون في الهندسه التحليليه، هنشوف كده ايه اللي بيحصل معانا. طيب اوجد قيم س التي عندها يكون مماس المنحنى ده موازي لمحور السينات. تمام. طيب انا كده نراجع مع بعض الحاجات التراكميه من السنه اللي فاتت. ده محور الصادات وده محور السينات. بيقول ايه؟ بيقول لي هنا كده في منحنى، والمنحنى ده ليه مماس. المماس بتاع المنحنى ده بيوازي محور السينات، ده اللي هو قاله. تمام قوي. طيب عايز ايه؟ عايز قيم س. يبقى واحده واحده نراجع بياناتنا اللي احنا عارفينها من السنه اللي فاتت، من السنين اللي فاتت. اولا لما بيكون عندي منحنى وليه مماس، يبقى رقم واحد ميل المنحنى هو ميل المماس. يعني لو جبت ميل المنحنى كاني جبت ميل الايه؟ ميل المماس. طيب المماس بيوازي مستقيم تاني، يبقى ميل المماس يوازي ميل المستقيم التاني. طيب افرض المماس كان بيوازي محور السينات، يبقى لازم اكون عارف ان ميل محور السينات بيساوي صفر، يعني صفر على واحد. يبقى اذا ميل المماس بتاع المنحنى هيعتبر صفر على واحد. يبقى هي دي فكره المساله. يبقى انا هقول تاني، من المنحنى ص تساوي، يبقى هجيب المشتقه الاولى اللي هي د ص على د س. لما اجيب د ص على د س من هنا، يعني المشتقه الاولى، يبقى كاني جبت ايه؟ ميل المماس او ميل المنحنى. طب ميل المماس او ميل المنحنى بيوازي محور السينات، ميل محور السينات بيساوي ايه؟ د ص على د س بيساوي صفر على واحد. يبقى هساوي المشتقه الاولى من هنا بالصفر على واحد واطلع المجهول اللي انا عايزه. طب امال ايه موضوعنا النهارده؟ موضوعنا النهارده ده بس، ان انا وانا بشتق بيختبرني عايز اجيب مشتقه الداله اللوغاريتميه اللي اساسها ايه. بس هو ده الفرق، لكن خطوات الحل هي هي. نراجع تاني خطوات الحل واحده واحده الكلام اللي انا قلته. نحصل على ميل المماس للمنحنى، يبقى كان بقول ميل المماس المنحنى بيساوي ايه؟ بيساوي ص بيساوي 9 س اس 3 ناقص 8 لوغاريتم العدد س للاساس ه. عايز اجيب ميله، يعني اجيب المشتقه الاولى. طيب لما اجي اشتق دي كسيره حدود 3 في 9 ب 27 س اس 2 ناقص 8 في دي
دالة لوغاريتمية مشتقتها يبقى بسط ومقام. البسط المقام تحت يبقى العدد، العدد ايه س مشتقته يبقى كام؟ واحد. جميل قوي. يبقى 27 س اس 2 ناقص 8 على س. لو حطيت المقام على س يبقى 27 س اس 3 ناقص 8 في 1 تديني كام؟ 8. ده ايه؟ ميل الماس، او يعتبر ميل ايه؟ ميل المنحنى. جميل قوي. هقف لغايه كده، عملت الخطوه الاولانيه واختبرني في الدرس بتاعي ازاي اجيب مشتقه الداله اللوغاريتميه للاساس الطبيعي ايه. طيب ايه المطلوب مني في المعطيات تاني؟ قال لي المماس ده من مماس المنحنى بيوازي محور السينات، يبقى لازم اقول له انا من معلومات التراكميه من السنه اللي فاتت ان ميل محور السينات بيساوي د ص على د س بيساوي 0 على 1 ميل محور السينات. جميل قوي. طيب هنا، هنا ميل المنحنى او ميل المماس بيوازي ميل محور السينات، يبقى هعمل ايه؟ يبقى هسويهم ببعض، نسويهم ببعض يبقى بالشكل ده. هضرب ضرب تبادلي، يتفضل عندي 27 س اس 3 ناقص 8 بتساوي 0، هقسم على 27 يبقى س اس 3 بتساوي 8 على 27. هجيب قيمه س اللي هو عايزها، قيمه س اللي هو عايزها، يبقى هقول له هاخد الجذر التكعيبي هنا، يبقى س بتساوي 2 على 3، واشارتها طبعا هتكون موجبه لان هنا مش الاس مش عدد زوجي، يبقى س تطلع بكام؟ ب 2 على 3. طيب مثال تاني، معادلة العمودي للمنحنى ص تساوي 3 ه أس س عنده نقطة وقع عليه احتساسها س تساوي سالب 1 هو كذا. تاني، ادي المنحنى، ادي المحاولة الاحتساسية المتعامدة في المستوى كده، هنا ص وهنا س. معادله العمودي على المنحنى، انا عندي منحنى مثلا عامل كده. جميل قوي. ده كده يعتبر ايه؟ المماس بتاع المنحنى او ميل المنحنى، الاثنين واحد. جميل قوي. طب هو عايز ميل المماس ده؟ قال لي لا انا مش عايز ميل المماس، انا عايز ايه؟ عايز ميل العمودي على المماس كده، يعني عايز ده، عايز ده ماشي. عايز معادلة العمودي على المماس ده للمنحنى ص تساوي ده، عنده نقطة وقع عليه احتساسها س بيساوي كام؟ سالب 1. الحتة دي كده أصلا بتساوي سالب 1. الله، أمال فين نقطة التماس اللي أنا لازم أشتغل عليها؟ ما عنديش فيها الإحداث الصادي. يبقى س دي لما تديني سالب 1 هعوض هنا بس بتساوي سالب 1 تديني ه أس سالب 1، يبقى كده جبت إحداث إيه؟ نقطة التماس اللي هي سالب واحد وتلاتة أس وتلاتة في ه أس سالب واحد. نخلي بالنا من المعلومات التراكمية تاني. طيب لو أنا جبت هنا ميل المنحنى، يعني ميل المماس، هل ميل المماس أو ميل المنحنى هو يعتبر ميل العمودي؟ لا، بشقلب وأضرب في سالب واحد عشان نفتكر الكلام ده كله. طيب هنقول الخطوات دي كده بالتفصيل، تعالوا واحدة واحدة معايا. يلا نحصل على ميل المنحنى، سهل قوي. يبقى هشتق. طب ما انت مش متراجع بقى السنه اللي فاتت، انت مدخل لي السنه اللي فاتت في السنه دي، كل ده عشان بس اعرف اشتق الداله، اشتق الداله الاسيه دي. جميل قوي. يبقى ص شرطه هتساوي 3 في هي نفسها في مشتقه اسها، 3 هي اس س في مشتقه اسها بكام؟ بواحد. يبقى كده انا جبت ايه؟ ميل المنحنى، يعني ميل المماس. طب انت بتقول لي لما س بتساوي سالب 1، يبقى هعوض هنا، هقول له ميل المنحنى لما س بتساوي سالب 1، المفروض بنعمل كده وبنكتب تحت هنا بخط صغير س بتساوي سالب 1، يعني هشتغل الس دي كده واحطها بكام؟ واحطها بسالب 1. يبقى كده جبت لك ايه؟ ميل المنحنى او ميل المماس بتاع المنحنى. جميل. طيب فين نقطة التماس؟ نقطة التماس هنحاول نعوض بس بتساوي سالب 1 في ص بتساوي 3 اس س. او عشان ما انساش، انا كده جبت ميل المنحنى، طيب يبقى ميل العمود عليه اللي هو عايزه، ميل العمود عليه بيساوي كام؟ هقلب ده واغير اشارته، يبقى سالب 1 على 3 اس ه اس سالب 1.
ده ايه؟ من العمودي. ده كده يعتبر من الايه؟ من المماس. عشان يبقى عندي من المماس وعشان اجيب من العمودي بشقلب واغير اشارة البسط. يبقى ثلاثة هي اس سالب واحد تبقى في المقام على سالب واحد من العمودي. ليه؟ لو ضربت الميل ده في الميل ده يديني في الاخر كام؟ سالب واحد. طيب ايه اللي فاضل عندي؟ نقطة التماس. نقطة التماس قلنا هعوض عن س بتساوي سالب واحد في الاس ده. يبقى ص بتساوي كام؟ 3 ه اس سالب واحد. يبقى ده الاحداث الايه؟ الاحداث الصادي. والاحداث السيني انت مدهوني بكام؟ الاحداث السيني ده كده انت مدهوني بسالب واحد، وده كله يعتبر الايه؟ الاحداث الصادي اللي هو بكام؟ بصاد واحد. جميل قوي. طيب انا خلاص جهزت كده نص المساله. طب انت عايز ايه بقى في الموضوع؟ قال لي انا عايز معادله العمودي. طب هي اصلا معادله العمودي بتساوي ايه؟ او معادله المماس بتساوي ايه؟ ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي الميل بتاع العمودي. جميل. طب هل س واحد موجوده؟ ايوه س واحد موجوده. طب هل ص واحد موجوده؟ ايوه ص واحد موجوده. طب هل ميل العمودي، هل ميل العمودي موجود؟ ايوه ميل العمودي موجود. خلاص يبقى ما عنديش مشكله في التعويض. يبقى ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد سالب في سالب بتساوي ميل العمودي. جميل قوي. طب انا عايز خلاص عايز اجيب معادله بقى. يعني ايه معادله؟ يعني معادله فيها س وص، وهضرب هنا في اس واحد وهضرب هنا في اس واحد عشان بس الاسس دي تروح. تمام كده. يبقى ص في ه اس واحد ناقص ه اس سالب واحد في ه اس واحد تديني ه اس صفر يعني بواحد في المقام س اس ه زائد واحد في ه بها بتساوي. هضرب هنا في اس واحد بسالب ه وهضرب هنا في اس سالب واحد تديني ه اس صفر يعني بكام؟ يعني واحد. هضرب ضرب تبادلي يبقى 3 ص ه ناقص 9 بتساوي سالب س ه اس 2 في ناقص سالب ه تربيع. نخليها معادلة مترتبة. يبقى عشان اجيب معادلة العمودي يبقى ه س تربيع س بتكتب الاول ه تربيع س زائد 3 ص ه بتساوي 9 ناقص ه تربيع. هقسم على ه يبقى المعادلة عامة كده. ه س لما قسمت على ه يبقى ه س زائد 3 ص بتساوي الحد المطلق 9 ه اس سالب 1 ناقص ه. دي كده تعتبر معادلة العمودي وهو المطلوب. ما ننساش يا جماعة احنا مش في ثانوية عامة بس، لا احنا المفروض معانا منهج رياضيات يعني منهج تراكمي بيعتمد على معلومات السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها في المرحلة الثانوية. يعني لازم اكون مخلي بالي كويس قوي من المواضيع اللي فاتت، لان هنا هو الاختبار كله الحقيقي فين؟ هنا السنة دي. يعني انا بدرس النهاردة في موضوع التفاضل حاجة واحدة، مشتقات الدوالة الأسية والدوالة اللوغاريتمية، فهنا جاب لي دالة بس دالة أسية، عايز أعرف مشتقتها، فجبت الدالة مشتقتها، خلاص مشتقتها بتساوي إيه؟ هي نفسها في مشتقة أسها، لغاية كده انتهينا من موضوع تالتة ثانوي، السنة دي. كل اللي بعد كده مرتبط بالسنين اللي فاتت، عشان كده بنقول الرياضيات مادة تراكمية. وبكده أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة نكون انتهينا من تدريس درس اليوم من موضوع التفاضل، واللي كان عنوانه مشتقات الدوال الأسية ومشتقات الدوال اللوغاريتمية. ما تنسوش تحت الفيديو هتلاقوا فيه ثلاث لينكات. اللينك الأول عبارة عن شيت أسئلة، اللينك الثاني عبارة عن شيت إجابة على الأسئلة، اللينك الثالث عبارة عن اختبار تفاعلي بمواصفات النظام الجديد للامتحانات الثانوية العامة. يعني الاختبار هيكون ليه وقت محدد للإجابة، الاختبار هيصحح إلكتروني، في نهاية الاختبار هتلاقي الدرجة موجودة عندك عشان تقدر تقيم مدى استيعابك وفهمك لموضوع الدرس. وإلى اللقاء مع درس آخر.